يا خيبة المسعى إذا نخرج من الوزارة كيف مخرج سينيجي جلول. هذا الكلام قاله سيد الوزير حاتم بن سالم. هو حر وعنده رؤيته، أنا نعتبر خرجت بشرف وخرجت راسي عالي وخرجت لأني مهبطش راسي. تعتبره هبط راسي؟ أنا خرجت خدمة زيت س***. هاتن قولك بالله التوزي ومانيش مستعد، ومستعد دفع الأفكاري، وأنا نؤمن بال درويش علمتني ضربة الجلادي أن أمشي ثم أمشي على جرح وقام، ومش نبقى نقاوم على أفكاري ومبادي يحط من يهز ربي متاعه لأن في آخر مطاف. رأوا المهم كي تخرج من الوزارة والعباد تفكر عليك، والمهم كي يحطوك فك زوز مترو العباد تقعد تحكي عليك.